الأرجنتين بطلة العالم في كرة القدم، توجت اليوم في مونديال قطر 2020، مونديال شاركت فيه 32 دولة ممثلة بمنتخباتها، لكن دولة واحدة في هذه البطولة لم يشارك منتخبها، لكنها سجلت في كل مباراة هدف، إنها فلسطين. وأنتم مع بانوراما هذا اليوم وساعة إخبارية جديدة نستهلها بالعناوين. عشرات الآلاف من المواطنين العرب من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب يخشون تصعيدا إسرائيليا بحقهم. سباق على سن قوانين في القراءات الثلاث قبل 4 أيام من انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل الحكومة. والأرجنتين تتوج بكأس العالم لعام 2022 في مونديال قطر. أهلا بكم. قالت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن حكومة بنيامين نتنياهو تشكل خطرا على إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي ستتولى السلطة قريبا بقيادة بنيامين نتنياهو تمثل اختلافا نوعيا ومثيرا للقلق عن جميع الحكومات الأخرى في تاريخ إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي ستتشكل من الأحزاب اليمينية المتطرفة تدعو إلى توسيع وشرعنة المستوطنات بطريقة تجعل قيام دولة فلسطينية أمرا مستحيلا، كما تدعو إلى تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف، وهو عمل ينذر بإثارة جولة جديدة من العنف والتصعيد. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أكد أنه سيشكل خلال الأيام المقبلة حكومة تطبق سياسات اليمين الإسرائيلي. وفي ذات السياق أكدت صحيفة إسرائيل هايوم أن النظام السياسي في إسرائيل أمام أسبوع دراماتيكي فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن كتلة اليمين تستعد لتمرير مزيد من القوانين بالكنيست لتسريع تشكيل الحكومة. وقالت الصحيفة إنه يتوجب على نتنياهو أن يقدم حكومته قبل 21 من الشهر الجاري، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مهلة الأيام العشرة التي منحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو. في ملفنا الأول، يعيش 80,000 مواطن عربي في النقب تحت تهديد مخطط إسرائيلي لتهجيرهم وإلغاء الاعتراف بقراهم من قبل الحكومة الإسرائيلية المرتقبة بزعامة بنيامين نتنياهو المتحالف مع قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف. بين سهل البقار وراس جرابة وصواوين، مرورا بوادي النعم والبقيعة وبقية القرى مسلوبة الاعتراف في نقع بئر السبع بالنقب، يعيش عشرات آلاف المواطنين العرب البدو الذين يتخوفون من سيف الهدم والتهجير والذي سيأتي تحت مسميات مختلفة في الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة إسرائيل. الحكومة الجديدة هذه احنا لا نتوقع يعني خيرا، ونتوقع الأسوأ من هذه الحكومة، لأنها حكومة عنصرية. هنالك 50% من سكان النقب العرب يعيشون بلا ماء ولا بلا كهرباء، وقرى غير معترف فيها، وحسب القانون بيوتهم معرضة للهدم في الوقت الذي لا تتوفر فيه أي حلول لهذه المشكلة. والحل الوحيد عند الدولة هو إلساك أوامر الهدم وأوامر الترحيل، والهدم والترحيل هذا ما تقوم به الدولة. الناشطون والقياديون يؤكدون أن السبيل الوحيد للحفاظ على أرضهم وبيتهم هو التكاتف والنضال البرلماني والقضائي والشعبي المستمر لتحصيل حقوق الأهل في المياه والمسكن والتعليم والشوارع، في ظل استمرار أذرع السلطات بالمضايقات اليومية ولصق أوامر الهدم والتضييق حتى على المواشي والإبل في جنوبي البلاد. ما في شك أنه النقب مستهدف، وبالذات منطقة النجا هناك خطط اتجاه النقب، خطط تهويدية وترحيلية، وباعتقادي الحكومة القادمة
ستكون أكثر شراسة من سابقاتها تجاه عرب النقب وبالذات منطقة النقع. وتحرم السلطات الإسرائيلية أهالي القرى مسلوبة الاعتراف من أبسط الخدمات الحياتية، وحتى تلك القرى التي تم الاعتراف بها مؤخرا والشروع ببناء مركز للخدمات فيها، يتخوف أهلها من إمكانية تراجع الحكومة الجديدة عن الاعتراف وتهجير أهلها. ينضم إلينا الآن مباشرة عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي الأستاذ طلب الصانع. أهلا بك سيد طلب الصانع. في البداية، أين تكمن جل التخوفات اليوم بالنسبة للمواطن العربي في النقب؟ هل تكمن في إحياء مخططات قديمة لتكون جديدة في هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، أم تكمن في عمليات ترحيل واضحة في الفترة المقبلة وتهجير طبعا؟ حقيقة أخي الكريم، المخططات لم تتوقف عنها، وعمليات الهدم ليس بالعشرات والمئات وإنما بالآلاف، عرفناها، عهدناها، وندرك بأنها جزء من مخطط كل الحكومات بدون استثناء للتهجير والتطهير العرقي. الفترة الوحيدة التي كان بها نوع من تجميد الهدم هي فترة منذ عام 92 حتى عام 2003 حكومة رابين وما تلاها، ولكن منذ عام 2003 وحتى الآن مخططات الترحيل مستمرة. كانت برافر، استطعنا التصدي من خلال حراك شعبي بقيادة لجنة التوجيه العليا لإفشال هذا المخطط، ولكن الحكومات تستمر بتنفيذ مخطط برافر حتى بدون أن يكون قانون. كان هنالك نوع من مفاوضات لتغيير هذه النهج خلال الحكومة السابقة، بشكل فعلي لم يكن هنالك تغيير جدي. على هذا الأساس نحن نتوقع بأن الحكومة القادمة ستستمر في سياسة هدم البيوت، تهجير، تطهير عرقي، ترفيز، ورهاننا كما كان في السابق سيكون في المستقبل هو على الصمود من جهة، تعزيز مقومات الصمود، وحراك ميداني لفشال هذه المخطط. سنتحدث عن تعزيز إمكانيات الصمود لأهالي النقب أستاذ طلب الصانع، لكن دعني أسأل عن جزئية أخرى وهي تثير القلق ربما في نفوس الأهالي، وهي جزئية الميليشيات أو المجموعات المتطرفة المسلحة التي بدأت قبل عام وها هي اليوم مستمرة بحسب الكثير من المصادر المحلية. ماذا تشكل هذه الميليشيات اليوم من العمل اليومي والقلق اليومي كذلك في النقب؟ نحن ندرك بأنه الآن لا نتحدث عن تغيير من رئيس حكومة إلى رئيس حكومة، وإنما تغيير في المنظومة السياسية. نتنياهو كان بإمكانه تشكيل حكومة خلال فترة وجيزة، ولكن هو مشهور في تغيير الواقع القانوني بما ينسجم مع توجهات يمينية فاشية في هذه الحكومة. هذه حكومة كهانة أخي الكريم، هذه حكومة من يضع في بيته صور لبارك بولشتاين القاتل ويفتخر بذلك. هذه الحكومة ستتشكل من دعم قتلة الدوابشي وبخضير في الضفة الغربية. هم الآن في مصدر سن القانون، وهم يحاولوا تقزيم دور الجهاز القضائي وكل والسيطرة والهيمنة على كل مفاصل السلطة بما ينسجم مع توجهاتهم. الخطر سيكون على كل مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل، وبشكل أساس على النقب، الرملة، اللد، يافا، المدن الساحلية، خلال العام الماضي من عملية تحريض دموي سيترجم عملية تحريض إلى سياسة ونهج، لأن من كان يحرض الآن هو وزراء في هذه الحكومة. بما يخص هذه الميليشيات على الحكومة، وستدرك ذلك يعني بسرعة، بأنه مقابل كل فعل سيكون رد فعل، ولن يكون هنالك محاولة للسماح بالاعتداء على المواطن العربي في النقب. سيكون هنالك حراك بالالاف وعشرات الالاف اذا تم الاعتداء على اي مواطن عربي. ستكون رساله جدا واضحه بان دمنا لن يكون رخيصا وليس مباحا، ولن نسمح بتشكيل ميليشيات للاعتداء على المواطنين في النقب او اعادتنا الى دائره الحكم العسكري. نحن اصحاب الوطن الاصليين، ونحن في النقب 350 الف مواطن عربي فخورين بانتمائهم وعروبتهم، وبالتالي ومتماسكين ومتضامنين. وبرأيي بأنه
هذه الحكومة بتوجهاتها ستصطدم بواقع يؤدي إلى إعادة نوع من المنطق، ولكن أيضا سنسعى إلى تدوين هذه الجرائم، التصريحات، الممارسات، وهذا يتطلب منا جلسة قريبة، وهذا ما نخطط إليه للجنة التوجيه العليا لإعادة البناء ووضع خارطة لمواجهة المرحلة القادمة. وهذه جهود محمودة، لكن عندما نتحدث أستاذ طلب الصانع عن حراك شعبي سلمي احتجاجي مقابل كل ما يحدث ويمارس تجاه أهل النقب، العرب في النقب، وتجاه أهل المدن المختلطة أو ما تسمى بالمدن المختلطة وهي المدن المركزية، إن كان في اللد، يافا، حيفا، عكا وما إلى ذلك، ألا تتوقع أن تمارس كذلك هذه الحكومة المقبلة، وذلك في محاولة الاستقرار ربما المستقبل وخطواتها الأولى، أيضا محاكمات واعتقالات على شاكلة هبة الكرامة، وبالتالي الدخول إلى دوامة جديدة من الأحكام العالية والجائرة بحق شبابنا وناشطينا وناشطاتنا؟ بالتأكيد هذه الحكومة الآن لديها يعني كانت ميليشيات، الآن ستكون تلبس الزي العسكري الشرطي مع صلاحيات شرطة مسلحة، من كان يحرض الآن سيكون على رأس سلطة تنفيذ القانون، وهو من يقوم بانتهاك القانون في السابق بشكل يومي. لديهم الإمكانية ولديهم القدرة ولديهم القانون، وبالتالي بالتأكيد ندرك بأنه المرحلة ستكون صعبة، ولكن أخي الكريم تخيل أن هنالك 1,800,000 عرب، إذا نجحنا في وصول إلى 100,000 متظاهر في قلب القدس واعتصام بعشرات الآلاف، هذا لن يمر مرة الكرام، هذا الصوت وهذا الإقرار يجب أن يكون على مستوى التحدي، وهذه مسؤولية لجنة المتابعة، هذه مسؤوليتنا كمجتمع، يعني أنه إحنا والله نتوقع أنه هاي الحكومة منها كل خير، لا، لكن نتوقع أن لدينا القدرة ولدينا الإمكانية ولدينا القناعة بصد هذه الحكومة من خلال الحراك، وهذا الحراك يجب أن يكون على مستوى التحدي. لا أرى بأن هناك إشكالية، وإذا اقتنعنا جميعا بأن الخطر داهم والرد من خلال أوسع مشاركة، أتوقع بأن مظاهرة واعتصام في القدس بمئة ألف سيؤدي إلى تحول في النهج وتغيير في العقلية الفاشية في هذا الحكومة. ومع هذه الرسالة أود أن أشكرك السيد طلب الصانع، عضو الكنيسة السابق ورئيس الحزب الديمقراطي العربي، على هذه الإحاطة والقراءة للوضع في النقب. إلى ملفنا الثاني، حيث يسارع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليميني الجديد نحو سن قوانين في الكنيسة قبل 4 أيام من انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة، الأمر الذي يمهد طريق التوزير وتحقيق مطالب اليمين المتطرف، ما يشكل تهديدا جسيما للمنظومة السياسية العامة في البلاد. بنيامين نتنياهو، 4 أيام هي ما تبقى لنتنياهو على تشكيل الحكومة، ما سيمنحه بإبلاغ رئيس الدولة أنه تمكن من تشكيل الحكومة 7 أيام إضافية يدير فيها غضب أعضاء حزب الليكود، الذين سيضطرون للقبول بما تبقى من المناصب بعد أن استغل نتنياهو من قبل شركائه في الحكومة الذين غير نتنياهو من أجلهم قوانين أساس في الكنيسة. ואני רואה את השינויים האלה בדאגה רבה כמי ששירת מעל 40 שנים בצהל. השינויים במתפ"ש, מינהל אזרחי, הכפפת פלוגות מג"ב איו"ש לא נובעות משיקול דעת מעמיק. כי אם היה פה שיקול דעת מעמיק ושיקולים ביטחוניים, כנראה ההחלטות האלה לא היו מתקבלות. אלא אם יש פה איזו מטרה נסתרת, שאני מקווה מאוד שהיא לא. שהשלב הראשון הוא לקבל אחריות על המנהל האזרחי ועל המתפ"ש, השלב השני הוא להחליש אותם, השלב השלישי הוא לבטל אותם, והשלב הרביעי להביא למציאות כאוטית ביהודה ושומרון ואז לגשת לפירוק הרשות הפלסטינית. ناقشت اللجان الخاصة اليوم قانون تعيين وزير داخل وزارة، هذا القانون جاء ليرضي سموتريتش وبن غفير، وبذلك أصبح لوزارة الأمن وزيران، وزير يشرف على شؤون المستوطنات ووزير في إسرائيل. كما ناقشت تعديل قانون يمكن درعي من أن يصبح وزيرا في وزارتين، المالية والصحة، رغم ماضيه الجنائي.
أننا نسلم زمام الأمور لمستوطنين من الصعب جدا تقيدهم بالنشأة نشأة إسرائيل عام 1948 حتى اليوم. اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة من أيديولوجيات وأفكار، وخاصة أن معظم المفاوضات التي تمت مع نتنياهو تمت تحت طابع ديني وأفكار دينية وشروط دينية. النقاشات داخل اللجنة الخاصة التي أقيمت بهدف نقاش قانون الشرطة لم تمر دون أن يشن أعضاء الليكود هجوماً على نائب المستشارة القضائية بسبب تحذيرها من خطورة التعديلات التي ستمنح بن غفير صلاحيات واسعة، ويبدو أن محاولات إسكاته بهذا الشكل ستشبه سياسة حكومة نتنياهو السادسة ضد كل من سيعارضها. مباشرة ينضم إلينا الآن المحامي محمد دحلي، المحلل السياسي والمختص القانوني. أهلا بك سيدي. في طور الحديث ربما عن هذه المساعي من قبل الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل لسن قوانين قبل ربما الإعلان عن حكومة جديدة، هناك من يقرأ أن الإعلان بحد ذاته من قبل نتنياهو عن استطاعته تشكيل حكومة هو مجرد مناورة في المشهد السياسي الإسرائيلي لكسب الوقت. هل تراه من هذه الزاوية؟ يعني حتى الآن بنيامين نتنياهو لم يعلن أنه نجح بتشكيل حكومة، ولذلك طلب كما نعرف مهلة مدتها 14 يوم رئيس الدولة هيرتسوغ، والذي رفض إعطائه الفترة كاملة وأعطاه 10 أيام تنتهي بعد 4 أيام. لذلك حتى الآن هو لم ينجح بالمعنى أنه أعلن رسميا عن نجاحه. هنالك من يقول بأنه بسبب الضغط الموجود به نتنياهو، هنالك من ناحية سباق تشريعي والذي لم يتكلل بالنجاح حتى الآن، لم تمر بعد هذه القوانين، وبعد أن تمر أيضا هنالك حاجة لنشرها فيما يسمى السجلات الرسمية باللغة العبرية تسمى رشوموت، والقانون يصبح سار المفعول فقط بعد أن يتم سنها في المجلة الرسمية، وهذا بالإمكان أن يتم خلال 10 أيام من يوم التصويت على. لحظة أستاذ دحلي، يعني هل يعني تقصد بهذه الجزئية بأن نتنياهو قد يذهب ليس إلى إعلان تشكيل حكومة وإنما طلب مهلة جديدة؟ قد يفعل ذلك أولا، وأغلب الظن أن رئيس الدولة سيعطيه هذه المهلة لعدم وجود شخص آخر بإمكانه أن يشكل حكومة في المشهد السياسي الحالي في إسرائيل، ولكن يذهب إلى ذلك. قد يقول في اليوم الأخير لرئيس الدولة نجحت بتشكيل حكومة، مع العلم أن الحكومة ليست كاملة وليست جاهزة، ومع العلم أن القوانين لم تمر بعد، آملا منه أن يتم عرض الحكومة خلال فترة لاحقة خلال 7 أيام يتمكن خلالها من سن القوانين. وهنا هنالك تسابق كما قلت في الزمن، بمعنى أن وزير العدل هو المسؤول عن نشر القوانين في المجلة الرسمية، وبإمكانه ربما التلاعب بعض الشيء بهذا الموضوع، بمعنى أن يمنع من هذه القوانين أن تصبح سارية المفعول قبل الموعد الأخير لعرض الحكومة على الكنيسة من أجل أن تحصل على ثقتها. وهذا معناه أن القوانين القديمة هي السارية المفعول، وهذا أيضا معناه أنه لا يمكن في مثل هذه الحالة لأريه درعي حسب القانون الحالي أن يصبح وزيرا. هذه لعبة قد يلعبها جدعون ساعر، والذي نعرف أنه يعني بإمكانه أن يستغل الثغرات التي يتيحها له القانون. كان قد طلب بنفسه من رئيس الدولة عدم إعطاء بنيامين نتنياهو المهلة، لأن المهلة التي يطلبها بنيامين نتنياهو هي ليست لتشكيل الحكومة وإنما لتمرير تغييرات في قوانين أساسية، وهذا ليس الهدف من المهلة حسب القانون. وقد رأيناه أيضا يستغل الثغرة الثانية التي يعطيه إياها القانون بكونه لا زال وزير القضاء، بأن قام بتقديم خطاب مدته 3.5 ساعات في الكنيسة من أجل تأخير وتعويق إمكانية تمرير القوانين التي يريد الائتلاف القادم سنها كما قلنا.
وهناك من يرجح بأن اتفاقا ربما قيد الطبخ هناك بين نتنياهو ورئيس الدولة أو رئيس الإسرائيلي يتسحق هيرتسوغ. لكن دعنا نرتب بعض التفاصيل التي طرحتها أستاذ محمد دحلي. يعني أنت تقول أن هذه القوانين تحتاج إلى وقت لطرحها والإعلان عنها لتصبح سارية المفعول، بينما نحن نتحدث فقط عن قانون سموتريتش ودرعي مرة فقط بالقراءة الأولى. طيب على ماذا يعول بنيامين نتنياهو ما دامت المهلة المحددة ستنتهي بعد 4 أيام؟ هو يعول أولا على أنه لديه أغلبية واضحة 64 عضو برلمان، وأن بإمكانه أن يمرر هذه القوانين بسرعة. المهلة صحيح 4 أيام، ربما خلال 4 أيام بإمكانها أن تمر القوانين قراءة أخرى، الآن هي في اللجان، ستعود للقراءة الثانية والثالثة للتصويت. كما قلنا لديه إمكانية أخرى أن يطلب مهلة إضافية ل4 أيام الأخيرة التي لم يمنحه إياها رئيس الدولة، وهذه يعطيه نفس إضافي. واللعبة الأخيرة التي بإمكانه أن يفعلها حتى بعد أن يحصل عن ال4 أيام الأخيرة أن يقول لرئيس الدولة أنه نجح بتشكيل الحكومة على الرغم من أنه لن يعرضها باليوم التالي، وإنما سيعرضها بالتنسيق مع رئيس الكنيسة خلال مدة أقصاها 7 أيام، وهذا سيعطيه نفسا إضافيا من أجل سن هذه القوانين وعمليا ربط كل الخيوط كما يطلب شركائه منه قبل تقديم الحكومة لتحصل على ثقة الكنيسة. نعم. أستاذ محمد دحلي في نصف دقيقة لو سمحت، أنا أعتذر على المقاطعة لكن فقط لضيق الوقت، كم مختص وخبير قانوني اليوم عندما نتحدث عن قوانين تقزم القضاء الإسرائيلي ومنظومة القضاء، عندما نتحدث عن قانون يسمح لمدام بالفساد بتولي وزارة، عندما نتحدث عن قانون يسمح لسموتريتش بأن يكون له اليد الطولة على ربما الأراضي المحتلة، أي هذه القوانين أخطر على المنظومة السياسية الإسرائيلية؟ يعني القوانين الأخطر على، دعنا نتحدث بداية على المواطنين الفلسطينيين في الداخل وعلى المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أخطر هذه القوانين هي ما يسمى قانون سموتريتش وقانون بينغفير، لأن هذه القوانين ستحول هاتان الشخصيتان، وهما شخصيتان متطرفتان جدا لا بل فاشيتان، لشخصيات صدامية مع المجتمع العربي في الداخل وأيضا مع الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ستعطيهم صلاحيات لم يحلموا بها في يعني كل حياتهم. هؤلاء أشخاص كانوا يعني صداميين أثناء سنوات الاحتلال الطويلة، والآن عندما يتسلمون هذه الحقائب الوزارية والصلاحيات سيكون لديهم يعني قدرات كبيرة سواء على الأجهزة الأمنية سواء على الشرطة وسواء أيضا على الإدارة المدنية التي تدير حياة الفلسطينيين بشكل كبير في الضفة الغربية وأيضا تؤثر على حياة المستوطنين، فسيتمكنوا من دعم الاستيطان وتوسيعه من ناحية وتقويته من ناحية أخرى من ضرب كل الحقوق التي يعني تهم المجتمع الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية المحتلة. الأستاذ المحامي محمد دحلي المحلل السياسي والمختص والخبير القانوني، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة في بانوراما لهذا المساء. إلى ذلك، نظم مئات النشطاء اليساريون احتجاجا في مدينة تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المقبلة تحت عنوان الديمقراطية الإسرائيلية في خطر. شارك في هذه المظاهرة الاحتجاجية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق موشي علون ويائير جولان نائب وزير الاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها. تظاهر الآلاف من المناوئين لنتنياهو في ساحة هبيمة وسط مدينة تل أبيب رفضا لما اعتبروه محاولة للانقلاب على المؤسسة القضائية وعلى ما تبقى من ديمقراطية في إسرائيل مع شركائه المتطرفين أمثال بنغفير وسموتريتش. بعצם באנו להגיד שאנחנו לא נסכים לזה שהם ישנו לנו את המדינה והפכו את המדינה לדיקטטורה. אנחנו בעד מדינה דמוקרטית. אנחנו לא רוצים שתהיה פה הפיכה משטרית
ويقول المحتجون هنا بأن الخطوات التي تنوي الحكومة المرتقبة اتخاذها تشكل خطرا على العرب واليهود، وتحول الصراع إلى صراع ديني، وتعمق من الاحتلال ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، ومن منسوب القوانين العنصرية ضد المواطنين العرب. אותי מטריד זה כל מה שהם עושים, אבל בעיקר עניין הכיבוש. אנחנו גוף שחושבים שכל הסיפור הזה מתחיל מעניין הכיבוש. זה מה שמתחיל את כל הבעיות האחרות שמדברים עליהן. כרגע מדובר בזה שהאחריות על השטחים עוברת לגוף אזרחי, שזה אומר אפרטהייד מוצהר. גם משמר הגבול עובר לאחריות גוף אזרחי ולא באחריות הצבא, שזה גם אפרטהייד מוצהר. כל ההתנחלויות הלא חוקיות יהפכו לחוקיות, ובינינו זה אסון. אני מדבר עם ערוץ פלסטיני, אז בטח ובטח שאתם לא הרגשתם שום שינוי מממשלת השינוי. ועכשיו זה הולך להיות עוד הרבה יותר גרוע. אז זה זמן לנסות לחזור לרחובות. لم ينجح نتنياهو بعد بمهمة تشكيل الحكومة، إلا أن المظاهرات المناوئة له قد بدأت، ويبدو أنها ستتصاعد مع الأيام القادمة في ظل سيطرة زمرة من المتطرفين والفاسدين عليها، وخططهم بسن قوانين وتشريعات تقضي كليا على ما تبقى من ديمقراطية شكلية في إسرائيل. مباشرة ينضم إلينا الآن المحلل السياسي الأستاذ إيهاب جبارين. أهلا بك سيدي. في بادئ الأمر يعني رأينا الصور التي نقلها لنا الزميل مجد دانيال من المظاهرة في مدينة تل أبيب، تشابهت في كثير من المظاهرات، ربما الشعارات واللافتات التي رفعت كرايم مينستر وما إلى ذلك. طب ما الاستثنائي؟ ما الذي سيغير المعادلة الآن لصالح الشارع الإسرائيلي مقابل كل هذا التطرف المقبل على المشهد السياسي؟ نعم أمير، مساء الخير. دائما لك أن تتخيل أن تلعب يعني مشهد، أن تلعب لعبة كرة قدم لمدة 80 دقيقة، وفجأة في خلال ثواني معدودة وأنت في صدارة لمدة 80 دقيقة، وفجأة خلال ثواني معدودة اللعبة تتغير. هذا بالضبط ما جرى مع مركز اليسار والمركز في إسرائيل خلال العام الماضي. يعني لمدة عام ونصف تقريبا كانوا يشعرون بنوع من الأفوريا، أنهم هم يسيطرون على الأمور في زمام الأمور، عادت لليسار وما إلى ذلك، وحتى إن كانت يعني هي عبارة عن جنيس غير مختلط من الإيديولوجيات. ولكن ومع ذلك في خلال أيام معدودة تم الإنقلاب على هذه الحكومة، وإعادة السيطرة لزمام الأمور لليمين بشكل أكثر متطرف. وهذا ما يؤرق تحديدا يعني منام المركز وما تبقى من اليسار في إسرائيل. وهنا يجب أن نقول يعني بادئ كل ذي بدء، هم ليسوا بحاجة لسبب للخروج إلى الشوارع. يعني أي سبب ممكن أن يكون؟ القضية هي قضية يعني سيطرة نتنياهو على زمام الأمور، سيطرة اليمين وتفشيه على زمام الأمور في خلال هذه الفترة. يجب أن ندرك كذلك يعني بأن إذا كنا نتذكر يعني قبل عام ونصف وأكثر، عندما كانت التظاهرات في شوارع في بلفور، كانت القضية هي أو الشعار كان فقط ليس نتنياهو وقضايا الفساد المتعلقة بنتنياهو. الآن تقريبا لا أحد يذكر قضايا الفساد. الآن الأكثر يعني يتعمقون بالالتفاف حول الجهاز القضائي، يعني هذا بادئ كل بادئ، وتهديد الديمقراطية أو المسمات الديمقراطية الإسرائيلية في إسرائيل، وكل هذه الأمور يعني هذه التي تؤرق منام هذا اليسار. لكن إيهاب، ليس فقط السبب الذي تغير لنزول هؤلاء إلى الشوارع النشطاء اليساريون، ولكن أيضا أمر آخر تغير في هذه المعادلة، ونحن نتحدث الآن عن مشاركة شخصيات نافذة في المجتمع الإسرائيلي، شخصيات عسكرية، شخصيات سياسية، ووصل الحد بتصريحاتهم هذه المرة إلى القول أنه ربما يكون العصيان المدني هو الطريق هذه المرة. صحيح، يعني أساس نضع الأمور في نصابها. إذا كنا نتذكر أن الشخصيات السياسية في موجة المظاهرات الأولى، الشخصيات السياسية لم تشارك نهائيا. والآن يعني نحن نراها أنها تستمر المشاركة منذ بدايتها، أو تبدأ بالمشاركة منذ بدايتها. وهذا ما أود أن يعني أن
تتعلق أو تتطرق إليه بكل ما يتعلق في هذه التظاهرات. يعني لك أن تتخيل أن كان هنالك نوع من الاستراحة لمدة عام ونصف، ليس إلا كان هنالك نوع من الفراغ جاب باوز لمدة عام ونصف واستمروا من حيث توقفوا. يعني الاستمرارية كانت من حيث توقفوا، كم مرة أخرى ليسوا بحاجة لدافع أي يعني وجود نتنياهو في سدة الحكم. والآن أكبر من ذلك، يعني حتى يعني إذا كنا نريد أن نضيف دافع، نعم يوجد دافع صح القول، بين غفير سموتريتش، وجود مثل هذه الشخصيات في حكومة مثل هذه الحكومة، يعني ما يؤرق منامهم بادئ كل بذئ هو ما تبقى من علمانية لهذه الدولة. الصراع الآن لم يعد مقتصرا بشكل واضح، لم يعد مقتصرا على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل هو بات يخرج من الصراع الإسرائيلي من جعبته. الصراع الإسرائيلي الذي حاولت إسرائيل أن تغطيه لمدى سنوات عدة بدأ يخرج من طيب، وهذه نقطة جيدة، دعنا نتوقف عندها أستاذ إيهاب. يعني نتذكر بأن المظاهرات التي نظمت سابقا ضد بنيامين نتنياهو حينما كان رئيسا للوزراء لم يشارك فيها المجتمع العربي الفلسطيني بشكل واضح دعنا نقول، لكن هذه المرة هناك الكثير من القيادات التي تدعو إلى أن يكون المجتمع العربي جزء من هذه الحركة الاحتلالية. هذا يعني نوع من الأمور الذي فهمها اليسار والمركز متأخرا، وهو ليس بأمر جديد. يعني نحن قد ما اعتدنا نوعا ما على هذه ردود الفعل من اليسار والمركز من خلال العام والنصف المنصرم. يعني هنالك يعني حتى في التقرير جاء من لسان أحد المشاركين في هذه المظاهرة أن حكومة التغيير لم تجلب التغيير وما إلى ذلك. واحد هذه الأمور المهمة بنظري، لماذا لم تجلب التغيير؟ لأن لم تكن هنالك شراكة بالمفهوم الحقيقي لكل ما يتعلق بالشراكة العربية اليهودية، بل الشراكة أكثر كانت مقتصرة على نوع سياسة المباي العصا والجزرة، ولهذا لم تكن شراكة فعلية، ويعني لم تأخذ بالشارع العربي إلى الواجهة. والآن ما يعني ربما هذه أحد العبر الذي تخلصوها من هذه التجربة ويفهمون وبدأوا يفهمون أن شراكة عربية يهودية يجب أن تكون أن يأخذ بالعربي إلى الواجهة كمواطن فعال بكل معنى الكلمة. وأظن أن هذه الأمور التي ممكن أن أقول أن يعني الموحدة حاولت أن تفعلها، ربما يعني هذه الأمور تستبلها. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ إيهاب جبارين على هذه المداخلة في بانوراما. تتواصل النشاطات في البلدات والمدن العربية في سياق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث أقامت بلدة طرعان ندوة تحت عنوان 60 ثانية ممكن أن تغير حياتك. هذا الملف نناقشه بعد التقرير الميداني. بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم قسم التثقيف الصحي بالتعاون مع قسم الرفاه الاجتماعي تحت رعاية المجلس المحلي في قرية طرعان ندوة تحت عنوان 60 ثانية ممكن أن تغير حياتك. نطلع على الأسرة هي الأساس لمنع العنف أيا كان نوعه، إذا كان قتل أو ضرب أو أي شيء ثاني. من هذا المنطلق احنا بهمنا من ناحية الصحية كمان الآثار النفسية والمجتمعية من توتر من قلق من كل هذه الأمور، اللي منحاول إنه الأب الأم يكون في حوار بيناتهم، وهذا الشيء اللي احنا منعيده إذا بنقول الآية الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كل الناس إذا كان مسلم أو مؤمن أو كافر أو أي من أي دينات أخرى. وفي المسيحية لا تغضبوا أو اغضبوا ولا تجعلوا الغضب يقتلكم مثلا. فناقل الأديان الإسلامية والمسيحية هم بدعوا للتفاهم للحوار السليم حتى ما يتطور ذلك إلى عنف وإلى مأساة مع المجتمع العربي اللي بنتمنى له إعداد العائلة دائما هي القاعدة الأولى لبناء المجتمع السليم. تركز هذه الندوة على مكانة المرأة والتعامل مع الغضب الذي يؤثر على حياة العائلة، والحديث على نشر ثقافة مساندة للمرأة ومحاربة العنف الذي يحد من قدرتها على العمل والمحافظة على سلامة العائلة. هدفنا رفع وعي وسيطرة وتقديم خدمات وشرح الخدمات الموجودة، ويعني
تقريبها من الناس انه في خدمات اليوم اللي تساعد كيف نسيطر على تصرفاتنا وما نلجا للتصرف الاليم اللي هو بالاخر بيأذي الناس اللي حوالينا، الناس اللي بنحبهم، الناس اللي احنا مفروض نكون مصدر حمايه لهم. فالعنف الاسري هو بسبب اذى لهي الناس، هدفنا انه نخفف من هذا الاذى ونعلم الناس طرق بديله للتعامل مع العنف ولشعور الغضب اللي بصير بداخل الإنسان اللي بيؤدي لهي التصرفات. كأشخاص بنخدم المجتمع، كرجال دين، كرجال تربية، إنه نتكاثف مع بعضنا البعض ونعمل هاي الخدمات التثقيفية والبرامج التعليمية اللي فيها من هدفها المجلس المحلي والمركز الجماهيري وكل الأقسام، وإحنا كرجال دين نرفع من أهمية مستوى ترقية الإنسان من جديد. مجتمعنا بيعاني كثير، في أفكار دخيلة، في تشعب لأمور أضعفت من روح الإنسانية والمحبة والاحترام لبعضنا البعض. فمن المهم جدا رفع من مستوى التثقيف إن كان ديني أو تعليمي حتى نساهم ولو بشوي لرفع مستوى الإنسان واحترامنا لبعضنا البعض كبشر في البيت في المجتمع بشكل عام أيضا. جهود مستمرة من قبل مسؤولي الثقافة داخل القرى والبلدات العربية لمناهضة هذه الظاهرة، حيث تتخذ هذه الجهود أشكالا مختلفة على رأسها المجالس المحلية والأقسام المجتمعية لوضع برامج واستراتيجيات تهدف إلى القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة. في الاستوديو نستقبل مديرة مركز سلامة العائلة في طرعان تغريد عدوي أبو ذيب. أهلا بك سيدتي، وأبدأ من هذا الحدث، الحدث الذي شهد حضورا كبيرا، ربما أهمية عقد وتنظيم أحداث من هذا النوع تسلط الضوء على مشكلة لا تعيشها النساء وإنما يعيشها مجتمعنا ككل. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والمشاهدات. طبعا هذا اليوم كان بتنظيم من المجلس المحلي تحت مظلة المجلس المحلي وبالشراكات مع جميع أقسام المجلس المحلي. طبعا للندوات الاجتماعية والتوعوية والتثقيفية جدا أهمية جدا كبيرة لإذكاء ورفع الوعي بين أبناء المجتمع لهذه الظاهرة، لنخرج من ظاهرة العنف ضد النساء من الحيز الشخصي العائلي واعتبارها أنها مشكلة شخصية أو عائلية تخص المرأة المحددة التي يمارس العنف عليها وهي لا تخص المجتمع، فهذا خطأ فادحا. لذلك ارتأينا أن نعقد مثل هذه الندوات وهي استمرارا لبرامجنا الهادفة لمناهضة جرائم قتل النساء والعنف ضد النساء بشكل عام. نعم. طبعا كان يوم ناجح جدا زي ما عرضت الندوه فعلا الصور تحدثت. طبعا حشد غفير من الرسائل من النساء والرجال جاءوا اهل طرعان ليشاركونا بهذه صرخه الغضب ضد الواقع الاليم الذي نعيشه في بيوتنا وفي شوارعنا وفي حاراتنا، وايضا من منطلق ان العنف ضد المراه أيضا هو يساهم ويعتبر دافعا أساسيا لارتفاع وتيرة العنف بالمجتمع. صحيح، العنف المجتمعي بشكل عام. وجيد، من هذه النقطة ربما أنطلق إلى سؤالي التالي، يعني نحن الآن في نهاية عام 2022، بواقع هذا العام هل سجل أو سجلت سنة إضافية حافلة في العنف ضد النساء؟ ما الذي ميز هذا العام ربما في هذه القضية بالتحديد؟ للأسف الشديد طبعا سجلت سنة حافلة بضحايا العنف الأسري والعنف ضد النساء بشكل خاص. طبعا عندنا 108 ضحايا من المجتمع العربي، هني كمان ضحايا ولكن ضحايا لعنف ذكوري، النساء بشكل عام لا تطلق الرصاص على الرجال او على ابناء المجتمع، وانما هنا القضيه قضيه تربيه، قضيه تنشئه اجتماعيه، قضيه مساواه، يجب ان ان ان, أن ننادي بالمساواه الجندريه بين الذكر والانثى، وقضيه عدم تربية القمع والسيطرة. طبعا هذه السنة حصدت 13 امرأة عربية من أصل 24 امرأة في المجتمع اليهودي، وهذا يقول الكثير.
أنا نسبة النساء العربيات أكثر من النص، اللواتي قتلنا 60% تقريبا، وهذا واقع جدا أليم يثقل علينا ويثقل أيضا على المؤسسات التي تعالج كل هذه المواضيع. نحن بحاجة لشراكات، نحن بحاجة أيضا خطابات أخرى، الخطاب الديني يجب تكثيف، الخطابات الاجتماعية، الخطاب الديني. وبهذا اليوم نحن في طرعان أيضا شاركونا رجال دين من الطائفة المسيحية ومن الطائفة الإسلامية، كما شاهدنا الشيخ محمد دهامشي والأب زياد فراج الذين أثريا الندوة ودعيا إلى احترام المرأة. طيب دعيني أسأل في هذه الجزئية سيدتي، يعني عندما نتحدث عن مجتمعات تعاني من جريمة وعنف تجاه أي شريحة معينة، وفي هذه الحالة نتحدث عن النساء في المجتمع، نرى هناك بشكل تغضي ازدياد الأطر والمؤسسات التي ترعى هذه القضايا، ترعى هذه النساء، ترعى هذه العائلات. هل هو فعلا ما يحدث في مجتمعنا كذلك؟ هل المؤسسات فعلا تزداد تعالج؟ المؤسسات فعلا تزداد، ولكن هناك مشكلة أنا أرى أن عدم إقحام الرجال في هذا المجال يخلق مشكلة إضافية ويزيد من الفجوات ومن البعد بوجهات النظر، وفي بعض الأحيان أيضا يزيد الخطورة على المرأة. إذا قمنا كل الوقت في يعني وكأنه المرأة هنا تتحدث مع ذاتها في هذه النشاطات في حال لم تشرك الرجل في هذه المشكلة. بالطبع يجب إقحام الرجال في هذا العالم، وأنا أدعو أيضا كل رجل عنده مشكلة في أن يتمالك أعصابه، في أن يتماسك، في أن يتصرف بطريقة لائقة، في أن عنده يعاني من نوبات من الغضب، نوبات من العنف، أن يتوجه. هناك في الوسط العربي مراكز تعالج هذه الأمور. طبعا بطبيعة الحال نحن دعينا نكون واضحين، لماذا الرجال في مجتمعنا يرفضون هذا النوع من المساعدات، يرفضون هذا النوع من العلاج؟ ربما السبب الأول يخافون من النتائج، هذا السبب الأول. السبب الثاني يتعلق بالتنشئة والتربية الاجتماعية. نحن ننشئ رجال لا يعبروا عن مشاعرهم، كبت واعتبار أن من يعبر عن مشاعره هو ليس رجلاً. الرجولة ترفض أن يتوجه الرجل، هذا يناقض كل موضوع الرجولة وكان منفصل عن الإنسانية والمشاعر. بالضبط. فإذا إحنا والسبب الأخير أنه كمان في هناك أفكار مسبقة عند الرجال أن طبعاً غالبية العاملات في هذا المجال هن عاملات اجتماعيات، صحيح. فهناك نظرة مسبقة على أن العاملات الاجتماعية ممكن يكون عندهم تحيز أو تعاطف أكثر مع المرأة، وهذا ليس صحيح دائما. نحن نتعاطف مع كل شخص عنده ضائقة نفسية، ضائقة اجتماعية، ونحاول الأخذ بيده ومساعدته. طبيعة الحال نحن نعيش في دولة إسرائيل، ونحن نخضع لقوانين دولة إسرائيل، وهنالك قانون حماية النساء، وهناك قانون منع العائلة، منع العنف داخل العائلة. ولكن أنا كعاملة اجتماعية من المجتمع العربي أفضل دائما التوجه للاستشارة لهذه المراكز قبل التوجه للشرطة، لأنه ليس دائما الشرطة هي الحل. نعم، ولكن يجب التوجه للاستشارة، التوجه للعلاج، وإعطاء الحماية للمرأة من شبح العنف. فعلاً، والحماية تأتي من المجتمع ومن العائلة ومن الدوائر القريبة، ربما على أمل بأن نشهد عام أقل مؤلم على النساء وعلى مجتمعنا العربي. أشكرك جزيل الشكر، مديرة مركز سلامة العائلة في بلدة طرعان، تغريدة عدوي أبو ذيبي. شكرا جزيلا. شكرا. إلى ملفنا الثالث لهذا اليوم، حيث توج المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم لهذا العام المقامة
في قطر بعد أن فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الفرنسي، وبذلك اختتمت بطولة كأس العالم المقامة بنسختها الأولى على أرض عربية بمباراة مثيرة للغاية بين المنتخبين على أرض استاد لوسيل. ضيع الفريق الفرنسي أكثر من كرة. توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم بفوزه باللقاء الختامي على منتخب فرنسا بعد اللجوء لركلات الجزاء بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي احتضنها استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة. ويعود الفضل في تتويج منتخب الأرجنتين إلى نجمه ليونيل ميسي الذي سجل هدفين من ثلاثة. وكسر منتخب التانجو هيمنة القارة الأوروبية على لقب البطولة، حيث يعود آخر لقب لقارة أمريكا الجنوبية قبل 20 عاما عندما توج منتخب البرازيل بمونديال 2002 في كوريا الجنوبية. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الإذاعي والمحلل الرياضي نبيل سلامي. أهلا بك أستاذي. في بادئ الأمر، في حال كنت تشجع الأرجنتين، فمبارك هذا الفوز، مبارك هذا التتويج ببطولة كأس العالم لهذا العام. لن أسأل عن تقييمك الرياضي لهذه المباراة، لكن سأسأل عن نسبة الأدرينالين التي كانت لدى المشاهدين، خاصة الأرجنتينيين. يعني فرامو أرجنتينا كما نقول، 70,000 أرجنتيني كانوا في ملعب لوسيل. أمير كان إلى حديث أيضا خلال وبعد المباراة مع مسؤولين أيضا في بوينس آيرس، الملايين خرجوا إلى الشوارع، هستيريا. وكرة القدم تميز أنه هي يعني ما فيها منطق، يعني لا يمكن أنه منتخب يتقدم 2-0 بعد 10 دقائق فجأة خلال لحظة واحدة المومنتوم بتغير، بتتعادل النتيجة، بتفوت للتمديد، وركلات الترجيح اللي ما فيهاش، أنا دائما أقول ركلات الترجيح ما فيها إنسانية، التعادل يجب إقامة مباراة أخرى أنا أقول. ولكن أدرينالين كان بالفعل مش طبيعي، عمليا مش طبيعي. إمبيبي كان مبدع، سجل ثلاثية وحاز على لقب هداف المونديال. ميسي أيضا رفع الكأس قبل لحظات واختير كأفضل لاعب في هذا المونديال بجيل 35. حارس مرمى الأرجنتين مارتينيز كان هو الأفضل أيضا، وتم اختيار أيضا أنسو فرنانديز الشاب الأرجنتيني كاللاعب الأصغر سنا الأفضل عمليا. كنت أتمنى أن يكون أيضا عز الدين أوناي نجم المنتخب المغربي أيضا هو المختار عمليا كأفضل لاعب. ولكن بشكل عام هذا النهائي الفاينال أعتقد لم نشاهد مثيلا له في الماضي صراحة، كان مثير إلى أبعد الحدود. منتخب فرنسا كان غائب طيلة 60 أو 70 دقيقة، توقعنا أن يكون الفوز أسهل من هيك، ولكن احتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح، وأنا أعتقد المنطق فاز في هذا اللقاء. الأرجنتين استحقت أمير الفوز لثالث مرة بتاريخ هذا المنتخب. فرنسا سعت لأن تكون ثالث مرة بطلة العالم، فشلت لأنه لم تقدم كرة قدم كما عهدناه، والحق يقال الأرجنتين استحقت، وفي فرحة في العالم لأنه محبي ميسي في كل العالم، بأفريقيا بآسيا اليوم كثير مبسوطين لأنه يعتزل المونديالات برفع الكأس، هذا اللقب الذي عانده لميسي طيلة حياته، اليوم حققه هو رفع الكأس عمليا. قبل أن نسأل عن الإطار العام والتنظيمي لهذا المونديال، لهذا الحدث الذي انتهى اليوم وهذا المساء، هناك من يعتقد من المحللين الرياضيين بأن الهدف الأول للمنتخب الفرنسي هو من زاد ربما التحفيز والشغف لتكون المباراة مثيرة إلى هذا الحد. طبعا 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 طبعا، مرات الهدف اللي بيجيك من بدو يعني جيلك فجأة بغير المومنتوم، المومنتوم كان مع المنتخب الأرجنتيني، السيطرة كانت تامة، منتخب الفرنسي كان خيبة أمل كبير جدا وكانه مش موجود، ولا غريزمان ولا جيرو ولا واحد كان موجود ولا ديمبلي. المباراة كانت باتجاه أجل ضرب الجزاء غيرت المومنتوم في العشر دقائق الأخيرة. هذا يحدث في عالم كرة القدم، الكرة مستديرة ليست مربعة، بإمكانها تبرم بجهتك، جهة فلان، جهة يمين، جهة شمال، هذا ما يحدث هذا بكرة القدم، وهذا هو سحر وجمال كرة القدم أمير. هذا هو أنه غير متوقع، ما بتعرف كيف تنتهي المباراة، بتعرف كيف تبدأ،
أما أنا كيف بنتي صعب تعرف صعب تعرف. جميل جدا. في أقل من دقيقة أستاذ نبيل سلام، كيف تقيم هذا الحدث الذي يقام لأول مرة بنسخة على أرض عربية دولة قطر؟ 10 من 10 تنظيم، كان رائع جدا، العالم تعرف على الثقافة العربية على الحضارة العربية، كان مستوى عالي جدا من التنظيم، وكان في أريحية لكل وسائل الإعلام. أنا أعتقد المونديال لن يطفي نسيان بالمرة بتاتا، سيبقى بالذاكرة إلى مئات السنوات. أمير، أنا لا أعتقد أنه دولة حتى لو كانت عظمى بإمكانها أن تنظم مونديال بهذا الشكل. تصور دولة صغيرة كل العالم كان موجود فيها وكأنه بصحن، لذلك كل العالم كان مؤتلف في هاي البقعة. يعني شرف كبير لقطر وللعالم العربي والشرق الأوسط تحديدا. أشكرك جزيل الشكر الإذاعي والمحلل الرياضي والمرافق لنا دائما في هذا المونديال الأستاذ نبيل سلامي. الله يسعدك، سلامات عزيزي، سلامات، إلى اللقاء. الآن مع بانوراما أونلاين وأبرز التداولات في منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، وفيها نتحدث عن يوم المعلم الفلسطيني، كما نتناول ترحيل الحقوقي الفلسطيني صلاح الحموري، ونبدأ مع مونديال قطر 2022. طيب، بغض النظر عن الفائز في هذه البطولة، لكن جزئية أخرى سنتناولها الآن، فعلى خلفية بثها لتقرير تلفزيوني شبهت فيه لاعبي المنتخب المغربي بالإرهابيين بسبب رفع إصبع السبابة، قدمت قناة ألمانية اعتذارا رسميا عن هذا الخطأ المهني والأخلاقي، لكن وكالعادة الناشطون وقبل الاعتذار كانوا بالمرصاد لتنبيه القناة. Ein Foto der marokkanischen Fußballnationalmannschaft sorgt unterdessen für Irritation. Auf dem Bild posieren nämlich 3 Spieler mit der marokkanischen Fahne, winkeln ihre Arme an und strecken ihren rechten Zeigefinger nach oben. Das ist ein Gruß, den sich auch der sogenannte Islamische Staat angeeignet hat. Die Kämpfer posieren mit der Geste häufig nach Eroberungen. Unklar ist, ob sich die WM-Spieler aus Marokko der Bedeutung der Geste bewusst waren. إذن القناة الألمانية وأثناء نشرة إخبارية اعتذرت عن الوصف غير اللائق والذي تسبب في موجة من الغضب والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعلات كوجق قال لديهم عقدة من المغرب، المغرب يصعد ويفتخر بعروبيته وحبه لفلسطين، ومن أخطأهم قلقون من هذا المشهد المهيب. أما حساب القبيسي فكتب حق لهم أن يحملوا في صدورهم كل هذا الحقد والبغض والكراهية لمنتخب أخرج منتخبات تعتبر من أقوى منتخبات أوروبا وهذا هو السبب. وسميحة غردت قائلة يجب رفع دعوى رسمية ضد قنوات الصرف الصحي، هكذا شبهت هذه القنوات. الآن إلى موضوعنا الثاني، رحل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأسير المقدسي صلاح الحموري والمعتقل منذ 9 أشهر إداريا إلى فرنسا. الداخلية الإسرائيلية أعلنت أنها طردت إلى فرنسا المحامي الفلسطيني صلاح الحموري الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، حيث كان معتقلا من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيل منذ آذار مارس الماضي. هذه هي اللحظات الأولى لوصول الأسير الحموري إلى فرنسا وسط استقبال وتضامن الناشطين والمتضامنين.
إلى ذلك، كان قد نشر الحموري رسالة صوتية مؤثرة قبل ترحيله إلى فرنسا من قبل سلطات الاحتلال. هذه هي الرسالة الأخيرة قبل وفاة الوطن. أبناء الشعب الفلسطيني الصامت، تحية الوطن الفلسطيني وتحية الانتماء له ولشعبه. أتوجه بهذه الرسالة وأنا أتعرض إلى تهجير قسري واقتلاع الوطن، معتقدا هذا العدو أنه ممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تنتصر عليه. إن فلسطينيتنا خيارا واختيار، وفاء وانتماء، أرضا وذاكرة، مكانا وزمان، فلا قرار تهجير قسري. وفي التفاعلات كتبت ميساء: ونحن نعرف تماما أنك أقوى وأصلب من هذا الوهم الزائل، نعرف أنك الرفيق الصلب الذي لا يهادن، وأن فلسطين تسكنك أينما نفوك. أما ياسر فغرد: سلطة الغزاة ترحل المحامي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا. صلاح أحد المناضلين، أسر مرارا وأفرج عنه في صفقة شاليه ثم أعيد اعتقاله. استهدافه جزء من مطاردة أصحاب المواقف بجانب خصوصية القدس المستهدفة بشرا وبيوتا ومقدسات. إلى موضوعنا الثالث الآن، حيث احتفلت فلسطين بيوم المعلم الفلسطيني الذي يعد مناسبة وطنية يعبر فيها أبناء الوطن عن إجلالهم وتقديرهم للمعلم الفلسطيني، وتعبيرا عن تقديرهم لدوره الطليعي. التفاعلات كتبت هبة: المعلم الفلسطيني له الدور الوطني والتربوي للأجيال بوجه محاولات الاحتلال تهويد التاريخ والجغرافيا الفلسطينية. أما سليم فكتب: غاية في الجمال أن نرى كل هذا الاحتفاء والتقدير بالمعلمين في فلسطين عموما. وبهذا نصل ختام بانوراما لهذا اليوم، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.